بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عود الصراع أيان دون هنا الله جهلا مدحوينها سيد شبوتي اسماعيل عمر جيلة عود كسر تيان دلو ذاك دونايا وربحنا كله وربحنا ذاك لنا دلو ذاك دونا وحكم ده الصومالي يقولوا جوريتشي تركي جيبي جدي بقى يوربحنا كلا ندين دلو ذاك دونا يوربحنا كلا بدن فضل ده مركو جوريس تمو قال كل سكر سبسكرايب صار سنة شير كريم وقال لايك صار هذا مركو جوريس تاني سبسكرايب صار قنبلة كان فرصة نقطة داودها وهرية ده بعد إنه عود كسر تيان سوق دبنا وكان أيكو سر وهذا مو قال كان مرفوك سيكارسي مرفوك سيكارسي يقف فرصة داود Coming months are crucial. I'm concerned about Berbera port deal between Somaliland and Ethiopia. This agreement could seriously threaten Djibouti's economy. 90% of trade, our trade is with Ethiopia. If it starts moving through Berbera, it could hurt Djibouti. I'm ready. حوي يعني وحسن ماذا عطك يعني وأخذنا عطك سرت نقص عن دنا وحكوا ذا يعني إنك دي سبعة أي سبعة شخصية دي أي سو مالان أي شيء كاسي سفكرات ولا ما يستلم إنه شو تبابيس وقتي شو تبابي واحد الهران ولا شيء شو تبابيس بابي دون توم راح وقتي يسولو وفريا مقال كي يس الشركة يعني عطك نقص عن دنا to do everything to stop this agreement increase internal clan divisions within Somaliland create instability. Yes, we will support specific clan leaders who oppose Somaliland's government, making internal disputes. Weaken their position. Enemy of your enemy is your friend. Djibouti, this side, Somalia, that side, together, pressure. Somaliland, stop the deal. At all cost, Odell region, we will make trouble there. SSE, Khartoumo leader, form alliance with us. I have invited them to my palace also to discuss, create instability in Somaliland. Internal fights, deal stopped. مقال في سيد لايكري طبعا لايك صار سينا شرقنا ميل فوقنا سيد كارسي وراي الله شرقي انو تشب هادو سومالي لان كردنا صوح بينا ايو دي غاسي نعمر قيلي ايالا شرقي هدبو واربحين وحاجرتي وقتنا وكاقا هادلي سياسة كايت وهورو انتان مو عودني حقنا يعني انا عود كسرتا اللي هيلين راخد يعني السياسة الجوتية قلب سنية سيوح وضو أرى الله شيء يو أتشد مركز تسكت دفاع السول هذا أنا قوم وضنا هدنا وذيك أرك عاد كسر تأخذنا لقسو هلاي يصد أخذنا ففاين توكو شيء جاي هذا هو حول السياسة أخذنا وسير كارمة هدي بدي سمار لان حول كيد عبد الله الحمد لله يو حول ذلك الجبوت يا يصير لهم يصير هاي تعطينك سؤال قرن كسياسة كيد عبد الله الحمد لله ولو سير وين أرمة هدي بدأ شبوت واحدة جن يسوي له قرشة ودون أي إن الزملاء سن دام سن وهو قوة حول بوانا ودن ورايان صمين ناسي أنا وشو جن هشي سكن شبوت واقص عطاء إن أي نقطة مسافلو ما قانو حلقة وضو مسلفة على ما قانو حلقة وضو بدنك أصلا معنا دوني مقال كيس الشركة دلك شبوت أي سد الرميسين يهي إن دقارها دلك هسي بقول كيف لحدن أيو كتير سن يهي بريدي أما كسر قلت دكذا هدلك هسي وسامي بلارن ku yeelatay dagaalka ka socda bariga dhexe ee sababay
إن أي كوحة حويتين تو أي خلق الكو أبوران مرن كبد عاس يقعن كعدين قعن كعدن عقبت دلباد يدل كاسي تشبوتي أو عبسي أو عبسي قد دقالي أو كو وچهاي بريد عبسي دقالي أو كو وچهاي وحكا عبسي دقالي لاني وصفة صارت السلف لاي وچهاي يا وحكا مد أفر إن دل كاسي تو بي أو أي كو وريكتو دكادها كلاس دكاد اللام وأي كلاسو دقدون تو بعارمين تلو استعمارو بيرها iyo dekedda berbero boqolkiiba soddon ay kala soo degi doonto jabuuti ay kala soo degi doonto boqolkiiba xariir soddon jabuuti ayaa boqolkiiba sagaashan dhaqaaleed waxa uu ku tiirsan yahay ganacsiga uu la sameeyo Itoobiya dhibaatada saddexaad ee jabuuti haysata ayaa waxa ka mid ah in deyn fara badan lagu leeyahay haddii dhaqaaleed uu soo dhaca dalkaasi uu ku yimaadana oo ku sii socdaan baradhaama dhaqaalahaasi ku socda aanay awoodi doonin ay iska bixiso taasina waa caqabada ay ugu joojinayso heshiiska MUga ee Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen haddaba heshiiska Soomaalida waxba laga qaban karin waana mid hirgelay haddii la dhawaan baladhi si Soomaaliland ay shaqo waqtiga sirkaar madbadu soo sheegay inuu dhawaan dhaqan gali doono isla markaasna ay Soomaaliland qowsiga heli doonto Itoobiyaana badasi loo ata kamtiraan laga karan doono oo sidaad kale loo dhigay muqaalkayga si shar garay meel fogna si garsi kul jumhuuriyadda Soomaaliland weelo nahay muqaalka si shar garay meel fogna si garsi muqaalka ma shar garay si shar garay muqaalka لايك تيشرت لو سبسكرايب كان سرطان شانل كوكو هين موقال كان ميل فوكسي جالسورو بحنا ذاك رأي أنا كوس سو عنده أنا هذا بيه هل العيد إنك ما أنت صبت دعبي لهين ما أنت صبت دع سيدي أنا هري إذن كو إعلامي بدو وحان سعدا وحان سعدا الله تشي أها وقلت جيا بلش هذا الله يسوع دورتي إرر أو ذل بدو محمد أبي وحان سو دوين وحان سو دوين يا بدو baaqiyada isa soo taraayee lagaga soo horjeedo gafkii laygula kacay wiiyo dacwadii sharci darrada ahayd ee loo gudbiyay shir gudoonka golaha wakiilada ciidanka booliska waxaan ugu baaqayaa in ay si haboon inay sida ugu haboon u sugaan amniga dadweynaha go'aansaday in ay isoo dhaweeyaan aniguna waxaan aqbalay amnigayga aniguna waxaan aqbalay waxaan ka aqbalay wiiyo in amnigayga labadaba xukuumadana waxaan ugu baaqayaa in aqaligu shaqeeyo inuu aqaligu shaqeeyo oo aanay samayn kicin dadweyne oo aanay samayn buli kicin dadweyne waxa kale oo waxaan mar labaad ku celinayaa in aanay imatelin qof ama koox wax walba ama koox oo walba oo sidata wada ama qof ama koox walba oo sidata calan aan ka ahayn calan aan ka ahayn ka Soomaaliland maadaama aynu nahay dalka madax banaan dalka kale inkasta oo la iga doortay gobolka odol waxaan xil dhibaano u ahay guud ahaan shacabka weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan u dhaartay ilaalinta sharciga iyo dastuurka dalka mana ogolayn in lagu xadgudbo wala bal maro ama la jabiyo sharciga sidaasi la mid ah ma ogolayn wixii in waxyeelo loo geysto ama la mashquuliyo ganacsiyada iyo shaqooyinkooda laga horjoogsado dadweynaha reer Boorama waxaan guud ahaan شعب وينها تشمريد السومالان رجوني يا برواقي يا أمني بوحة حيدي من حوالا دي بس أيري وحا دبال الشيغ يا وربحين تاسي كدب إن وقتن كوران كيو كتك لأ وقتن صوف توقتن حوالا دي بلوغو جوتي يالي صوف كلا صوف تكلا نوحي تاي يعني صوف تكوباد وحا لوغو جوتي إن أي كعسين يعني باشي وقتن يعني أي كدن الرقو دو نكي أي ديرين ديك مدى أسي حريرة اللي قد لي قولها سي سمرون أي ديرين أي كعسين ريق بليس لمركاسنا أي waxaan adduu soo maro yani dhibaato waxaan ay dagaal ku baaqayna sameyn doonaan aan halkan u soo joogsaday xildhibaankaan dooranay ee maxamed abiib ee aan koow ka ahay dadkii doortay ee aan u heelinayna aan difaacaynay hadduu dambi qaran gelin ina wuxuu yidhi beesha uu soo beesha soo doortay xildhibaan maxamed abiib oo tala u soo jeedisay baad yidhi inuu joojiyo safarkiisa magaalada Boorama oo maalinta berri ku tagi lahaa أنا أقول لك إن واحد من الحسانة ديسة يشرف ديسة يعرضي سوا خصية إن إسقى وما تدون اليوم أما كنت لا ترى إنه تجاوب بورنا هل كان أي كسب بيجان تاع الحساسية دلة أو مركا واحد كستيبا ما قرنا إسقى ده كران هل بقى كمال مهي سو السعودي إن أنا كأو أه annagoo qoyskiisii gaarka ah iyo qaraabadii annagoo ah siyaasiyiintiisii waxa weeyaan waxaan aad ma garanaysaa isugu deeneyn soo la baajiyo oo aanay suurtagal ahayn xil
أنا سرقل الحين وقت كان ويمادو دبعت تدشر سنة تعس أي تهاي أدو حكلا ندين جدا نات كوبادا ندي سو علمي هاي محن كل هاي سو تلو تشي يود أخذنا نكاسيل محن كاسيل دري لأنه حرستي دو دري دكمة داسي حريرت وكون هيك بيلو كهلا يا مقال كان مل فوق سي قرسي مقال كلا كسي شر كريا سي شر كريا مقال كان مل فوق قرسي صوت بدنو قارو مقال وركا أخذنا مل فوق قرسي كنا حدنا هذا مركز تدور بحنا دك دقوا حتى وربحنا ذاك لوكس ولا هذا خلاص كان سيشي أفر يلا بعطيك الساعة دول إيه دولت وقفستي وانا ما ذي بدنا نهد في جو دوبه يصدق الساعة دول بعدير حوي بالوين ترير ده الملك استوي شوك تو عنو باغي الدقال أرورت الصبح وحال كامرة يا أو يا يي ما نطلع يسمى من يي نقول له تعس تالله ينبور منه تماشات يوم ظهر هذه بلاي لقدو حوي مقال كسي شرقري وين كام قرايا وربحين نتاس أختنا إيه هيد مقال كسي شرقري مال فقني قرسي هذا وربحين تكرأي إنه جد قال دونا ده لراي مقال كمال فقسي قرسي وسيرك وسارة دبيرها أحمد محمد حبنا أي كورن سحق وريس يا هلقة تي وضيع شيء وحجرت كدلني يرد يا قنيا كي هل دور كدق مذا سي عرب سيو أنت أسيك دي وسيرك إيه بروشة عرب سيا يا إسكو أفكار تي سيدي حس بيك كل مية مر لبعض يوسف صار لها ين iyago oo bulshada arabsiyo ay wasiirka u cadeeyeen in degmadaasi arabsiyo ay tahay xisbiga kulmiye waxaana wasiirka kulanka ku weheelinayay siyaasiyinta iyo degmada iyo maamulka degmadaasi hadda waxaanu gudagal doonaa dalada warbixintaasi Soomaaliya oo Soomaaliya Turkiga ugu la wareegay ee boqolkayga si shir garmeel fognay si gaadsi madaxweynahaasi dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa saaka baarlamaanka ayaa xil baarlamaanka horgeeyay إن أنصحيان إن عيدا ما الله درح يبها هاس الصومالي السياوي ولاليان إسلام مركزنا لو في ليه شيء سكي دفاع إلا وضع لنا عليه مري سدوك له مراكيب تطلع كاس تركيا أي لقصة أي لقصة ورمة يا إن أي صار شرعي أم بس صار شرعي بلدي أي صار شرعي حيبها هاس الصومالي وحنا قيب كأها مركب بعد دونا قيب كم إذا عشدا لك الصومالي يا كشرة دوان أي واحد مجال هذا إسطنبول كده عايز شيء زي كلا صحيح لين وسير كتمرة تركيا هي الصومالية كسو أودجنا إن شركة تركيا أي إشدال ككسب أي كبردا ما كسو صار توصل ده أك أو كي يلا الصومالية تركيا أي واحد هو رجع عن توجه هي ده كده مقدس شيء جران كاسي عالم جاه بيدا ده نادر عنده واحد تاسي واحد ده الرأس مبرين ولالين دونه حيف عاس الصومالية أولي بقى وسمين دونه أولي بس سمين دونه بعد السهم إشدال waxaan waxa u dhinaa in kariya bada badina waa ku daray Soomaaliya dhamaantood Turkiga baa la wareegay Turkiga weyn qadan imigana wuxuu shidaal ka qasan bada faarsanay dareenta kala dhawaa lagu wareejiyay taasina waa kala wareegay waqalkayga si shirkareed ah warbixinada ka soo kordhanaya kala soco waqalka lumir fuxi garsi waqalka si shirkareed ah garay gabadhan ayaa hadalayn ka dhalisa baraha bulshada waqtigan 4 saac la soo dhaafay ee u dambeeyay kelmadaasi ayaa waa rag tan soo qaatay qada dhiga isla markaasna ay ku lahayd nin fiqiir ah gursan hablaasi iyo qodob kale ay ka mid ahaayeen in aan waqtiga 5 sanadood ayay yani suragal ahayn in dhalinyartooda shakiistana isla markaasna ay qalad iyo dambi ba tahay in 5 sano xiriir la wado ay gabadhaasi ka hadlaysay isla markaasna iyadoo la qiirooto kana weeydii 5 sano ee dhalinyartu waqtigaas ka luminayaan hadaba warbixinta sarfaneena ka faalano hadaba aanu soo noqono nin fiqiir ah gursanina fiqiirka ay ka hadlaysaa gabadh waqtan deebad waxay soo doqtan aladaani xadiiskii rasuulka wada cali sallallahu alayhi wasallam dalil baan hayaa ilaahay fiqiirka sheegaysa hadaba ma hayaa si xun loo qaadan ma fiqiirkii ay sheegaysa ma aha qof noloshiisa kaafiray ama reerkiisa kafaala qaadi kara oo yaa nolosha reerka feen kara ma aha kaas fiqiir fiqiirka waxa ka hadlaysaa yaani ma waxba islahay noqdo dana iska gursado waqtan yaani gabadh inta badan way dhacdaa ni gursadaha dhawn waqtana waa iska furo marka dambe waqtana baa reerkaasi halkaas ku burburo dhaqaalanaan isla markaasna dul geeyaan reerkooda dadba sidoo gursanay waqtan bay tahay waxa jira qarsay gursada reerahooda geeya isla markaasna iyagu waxba u haynin reerkii hadii gabadh waxba baataan dhaqtar u geeyin karin ilmaha waxba u siin karin gurgi ka hadlsana waa kaaylaadahay gursana fiqirka fiqirkan oo kaas laakiin qof qadu masarifteysa uu helayo reerka uu helayo waa inuu gursado sunni maxamed bashiir kaleey salaatu wasalaam nimeer ko sadiya in wuxuu ninkii helay ama masarifsan karay reerka yaani hayska gursada buur ha gursada buurkii kale aan gursan karina ha soomo hadiski nabiga ayuha cali salaatu wasalaam markaasi kama hadlayso waxtan hadiski nabiga ma khilaaf sidii aniga ila tahay laakiin waxa ka hadlayso yaani waqtiyada dambe gurka soo batay waqtiga gurka ku ciyalka
دعيار أخت العيال غير ما قالوا وينو حشرة دعيال أي كركا مقال كيس الشركرة هذا هو حين فقير بار الأسوية فقير فور الشخ شخ وكان كارليا وقال كان يقص الشركرة فقير وحوي بعد ما نرد هين كشخ هاي كهذا دورة هذا بس شخ أيه وحوريش وش أخدر له فقير وحلا يده هذا قف كي أنا حاس لهين بري يعني كي أنا حاس لهين بفقيرة وكان سوى كهذا يا رماسي مقال كيس الشركرة فقير يا الله يراوينا فقير الفقير من لا زوج له بيه فقير واحد على قفك حاصل هاي باركن بمله شنطت بمله يلو يحكو لي تو مله هتو عاو او رقشو وصلت ابو كعون يا ولد قاتشني وقال كسي شر قريب الفقني قرسي لكن ده هتو حاصل يا ايه مسوي البالو ابو حنيا بركا كود لا لقور كاينه انو فضايدي نو وعقب لها هوري يالا هبو هوردي قيالا حكا حدي ان كهادلو تاسي اي وشخو هبلا هوردي قيالا هبلي ما كسو شخو دي هبلا بيال بادلي xujad adagna waxa dhigay waa bayaasha oo iska doonay maal badan xagga dumar ku yaal leegine xaggineena ayagoo bayaasha dhaha dibci dalinyartuna way ina shaqaysataan way inta lagu dhiri gelo labada dhinac wala la hadlayaan in dadka xaqtan bixin xaqtan inta waaxtan inanta la hadlaha ina madan la hadlaha ina madan shaqaysataan dareen xaqtan bayaasha idin xaqtan xadiban xaqtan iyagu qarashad ka badalay doonayaan.